طيب هنشوف التفاصيل بعد ما ناخد من كلام أستاذ عصام ونعرف الطب النفسي بيقول إيه عن عملية سلوك الموظف. يعني الموظف المتعاطي أكيد بينعكس سلوكه السيء مش بس على بيته، مش بس على المحيط اللي هو فيه من الأصدقاء أو من الأهل، لكن كمان على العمل أيا كانت بقى المكانة والمؤسسة. إلى أي مدى يا دكتور العملية دي بتأثر على الإنتاج، بتأثر على الاستمرارية في نجاح أي مكان؟ أكيد بيأثر كتير على العمل ذات نفسه، يعني ما بيعملش عمله بكفاءة معينة، ما بي الناتج بيبقى في غلط، في خطأ ما، أحيانا الناتج اللي فيه خطأ ده عشان يتصلح ياخد ضعفين ثلاثة الوقت اللي يتصلح فيه. المواطن المظلوم اللي ملوش دعوة بكل القصة دي، أخد ورقة غلط، أخد ورقة مش مظبوطة، أخد ورقة ما اتنفذتش، صح، يعني بيبقى فيها تعب وإعادة إهدار. إهدار للوقت وإعادة مجهود وورق آخره، وبالتالي بيبقى في مشكلة. وهنا التشريع ده أهميته في إنه كل التشريعات أو التشريعات القديمة بتاعتنا كتير قوي كانت بتتكلم على المنافذ، يعني إن إحنا نسد المنافذ. المرة دي بنسد اللي بيشرب ذات نفسه، اللي بيستخدم المواد، يعني كنا بنحد من الدخول وبنجري ورا إن إحنا نمنع الدخول، المرة دي بنمنع المستخدمين انهم يستخدموا فهنا ده فرق كبير جدا في القانون، وكمان انه بيجي على الشخص نفسه، فالشخص بيبقى بانه هيشتغل او هيترفد، فبالتالي بيستاهل بيقلق. بيقلق. الحاجه التانيه انه في الادمان بالتحديد مش العلاج، انه الوقايه. الوقاية من العودة مرة تانية، الوقايه اصلا في الادمان، لان بمعنى حضرتك حضرتك الإدمان لما الشخص بيدمن نتيجة العلاج سيئة، يعني حوالي 20% من الناس بننجح في إنهم يتعالجوا و80% ما ينجحش يتعالجوا، فالأحسن خالص إنهم ما يدخلوش في دائرة الإدمان. فهنا بيبقى في قانون وفي ما ينفعش يتعالجوا يا دكتور، بمعنى انهم بيرجعوا تاني. بيرجعوا تاني، مش سهل مش انه سهل، يبعد، يعني اللي بينجح اللي ما يرجعش تاني ده ده من عايز علاج 18 نفسي طبعا 20%. بجانب العلاج الدوائي وعلاج العلاج نفسي لازم، الدوائي. ان هو نشوف ليه هو بيشرب، ليه هو بياخد ده، ليه بيستخدم المادة دي، ليه مش عارف يواجه الحياة، ليه بيغيب وعيه عن الحياة او عن المشكلة. نقدر نقول هنا انه العلاج بيقدم دوائي ونفسي، ولكن 20% مثلا تقريبا يعني هم اللي بيقدروا ان هم يقلعوا عن بيستمروا، الادمان، و80% بيرجعوا تاني بيرجعوا تاني. مرة واثنين وثلاثة، اهو بيبقى في محاولات كتيرة محاولات كتيرة للعلاج. ومصاريف مهدرة على يعني صار ما الناس بتصرف بالملايين عشان يعالجوا أولادهم ويعالجوا قرايبهم، لا حول ولا قوة والمستشفيات إلا بالله. بتصرف بالملايين عشان تعالج، وما فيش